السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. شي ريالي ترياني، ما أدري شو يتريى. ليش تريى صلاح؟ شو ترياني؟ شو عندك؟ شو تبى؟ دكتور سيد. ها؟ دكتور. دكتور. ليش الدكتور؟ أسمع أسمع. بلا الدكتور. دكتور. الدروس اليوم. عملية. هي عملية. لا أنا ما نسيت. تريقت أنت لبعك؟ لا. ليش؟ سكر. ها؟ سكر. زين. دواركة. هي هاف بريكفاست توداي صلاح؟ لا. Nothing. صح صلاح؟ صح. أكيد. زين. يلا. عقب العملية بيعطونك شوية. زين. أقولكم شيء ريال على يساري. أول حرف من اسمه صلاح. أول مرة بحياته يطالع حد ياكل وهو صلاح. من استوى وخلج لين اليوم هو ياكل قبل العرب كلها. لا يا ودبوي لا رمضان ولا غير رمضان ما شاء الله. زين؟ زين يا كريم. الله كريم، نحن بوي ما قلنا غير الله كريم، نحن ند. انزين؟ واليوم ابوي جالس يعلش لسانه ويطالعني. لا 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 يا استعلش لسانك من الصبح. يطالع العرب اللي توهم متريجين وخلصوا صفونهم الحمد لله. الله كريم. والله كريم وهم بيصيرون ابوي المستشفي بيدقونهم يمي على بار وبيسوي العملية حق ضروسه الحمد لله. دكتور حسان يترياه هناك في المستشفى، انت عرفته؟ عرفته. اي ترياك الحين سان سكاكينه. هي العملية الله يحفظكم اليوم اللي بتسوي لصالح شيء بسيط لا يذكر، يا غير هم مسوين له حق الموضوع وايد كبرت بخه. لا بس زين حبيبي بس صلاح بس. ولازم تحبس كله هذا؟ اي صلاح بتتكود انت وياه. يا غير العملية لازم تسوي قبل اسبوع، يا غير صلاح كان فيه شوية جام وشوي شوي شوي الحمد لله الحين غدا بخير وان شاء الله ان اليوم عمليته. والعملية في مكان من اوصل ان شاء الله بخبركم عن المكان وعلمه واخباره. اذا كان صلاح يوم يصير مستشفى ولا فحوصات في اي مستشفى ولا شيات يا تصير به خدي خدي ولا تصير به ام محمد. ام محمد 90% من الوقت اللي يصير صلاح يحتاج حق مستشفيات ولا عيادات ولا اي شيء ام محمد. انا 10% اسير لواف غير الشيء الرئيسي هي ام محمد، هي اللي في وياه في من لك سنه. ها؟ زين زين. هي تعرف له ويعرف لها ويعني ضارين على بعض. امين امين يا صلاح. يلا هي في بركم. بتت هير 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 هير. كم من يوم شفتوا لي انا الورد؟ كان كله جوري من النمونه يعني. وكل ست واحد وكمل حوالي اسبوعين لو ثلاثة اسابيع عايش في القوطي ماله هذا اللي ميوب. فعيبني. ف شو اللي استوى؟ هاي ها هاي هالساحرة ما عقت القوطي، وقفي خاطري بلاها ما عقته. ترى ابوي لازم يقطفون من الورد اللي ملحوي. هاي اللي تشوفونها هاي وحدة ما قصوا ما قصوها زين وسووها ونبوي نفس الترتيب اللي مسوينه راعي راعي اللي يبيع الورد. راعي الورد هذا اللي هني هذا حصل الحين العلبه هاي من عنده وكانت مبزوره ورد وخلاف عاد وقف الورد اخترب. فالحين حطوا ابوي في كل خبيج ريحان ومشموم وخبيج حطوا فيه ريحان واحد والثاني مشموم وروز وياسمين هندي ويعني من كل من هالقبيل. وطلع والله وريحته شال الدنيا فوق تحت. وصراحة ابوي تهندق يقول يلا ويلا 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 ويلا. حاضرين حاضرين يا صلاح حاضرين. تمام ريدي يعان؟ لا قول والله ما كل شيء في ذمتك. زين بس سكر سكر. يلا وين جاي انت ابوي بعد؟ وين ابوي العده؟ وين السامان؟ وين الطبول؟ وين شو تجي انت من راح نبو؟ قاضي خبز بلبن؟ لا
شو لا بعد يا ريال؟ اشوف مشي شويه؟ مشي شويه؟ لازم تجي مينح؟ احنا ابو ياكل عوق انت؟ بحول لا قوة الا بالله ابو المفروض تتشنتر انت قبل ما تجي. لا حول شو تبي الحين؟ ها؟ شو؟ شاي حق منو؟ من شرب انا الحين اروح مستشفى مع الشيخ صلاح. لا انت ما تصير ويانا بتصير بس روحنا انت جلس الحين بسوي خلاف تليفون. يلا ثانك يو. اليوم ليش لابس هالنمون انت؟ ارباب سوى سوى ارباب روح مستشفى انا فكر يعني او انك الحين روح مستشفى. لا حول يا بالك سير توكل على الله خلاص بندق لك الحين تليفون. يلا شفت الطريق الحين وين صلاح؟ ايوه هي. شو هي وين الدل الحين انت؟ وين ما الدل انت؟ لوم الله راح منه بهذا ابوي صديق الكل ولا ابوي اسمي هبته تظهر علوم. امين امين. ابوي نحن الحين وصلنا جزيره الريم اوديس وان شاء الله في خلال اتبع وجيزه المتابعات بشكل مستقيم بسيطة إن شاء الله. أنا من نوصل بسوي أصور لكم الحين ما بروم أصور شرات المتخادي يعني ما تشديت المكان هذا وأنا أوصل بخبركم أنا وين إن شاء الله. يعني عمار يا دار الطيبين عمار ما زينك من دار أبا هذا صلاح على بعد 300 متر الاتجاه نحو اليسار. ناس والله من بعيد يبين هالبنايات صغار بناياتها من بعيد يبين صغار مره ما شيء صغير عنها هاي الثلاث التوائم طالع من قريب مكبرها الاتجاه نحو اليسار. يا ربي بلا ترى اوكي اي والله بلاد مكبرها ما شاء الله أول مرة أنا أوصل هالمكان ما تشديت هالمكان أبدا يا ربي من كان يهدي إن هالدنيا بتتسوي في هالمكان. يا جماعة الخير ترى أنتوا حطوا في بالكم أنتوا هذه أبي نيويورك هذه أبو ظبي إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا صلاح حبيبي أبو ظبي شو غذيت؟ سبحانك يا رب يا الله يا رب تحفظها من دار يعني احنا جايين هالمكان ها ايوه جايين مستشفى بارجيل المكان هذا الجديد اللي توه هني هني هذا هني ابوي هالمكان كله حقك انت ها انا ايه وجهتك على اليمين ايوه صلاح وين رايح؟ التوس هذا انت تشوف المكان تشوفه في المستشفى؟ ايه هاي بوكس هذا فندق تبى كوفي؟ لا تبى بعدين بابا ها؟ شو؟ بعدين تبى كوفي ولا بعدين؟ بعدين بابا ايه من خلص من الدكتور بصير حق الكوفي. Our waiting area. يا سلام. Hello. يلا صلاح دقيقة واحدة بيك زين. My name is خالد الخالدي. I came with my brother to have appointment. We have appointment with Dr. Hassan. I know who are you? I'm Leonie. Manager here at you have very good looking. Look like I am in a hotel. It is a hotel. Yeah. We take care of our patients as if they are guests in a hotel. Thank you very much. Okay, you're welcome. Where do you come from? I'm from South Africa, but I'm not a doctor. Ah. I just take care of but patients. But we usually told the people who work in the hospital, doctor. I take care of our customers. Thank you very much. يا سلام صلاح
شيخ انت شيخ ابوي معذب ارباب. شو اسمه هذا؟ صلاح. اوكي صلاح. وانت بتقول صلاح انا اسمك مباركه برنادير. كيف الحال؟ زين. Now, what are you going to do with him? What are you going to do? هذا بطاري انت؟ شو اسمه؟ صلاح. صلاح ايه؟ خالدي. خالدي ايه؟ صلاح الخالدي. كم عمره صلاح؟ عربيك انا شوية بس. So, ماليش. كم عمره انت؟ كم عمرك صلاح؟ 60. ستين. كم سنة؟ خمسين. صح. 51. 51. Okay. I just wait for the information from outside. So for the time being, you will be sat here. All the documentations will be done outside, but here. But they will have to come. The registration, the responsible person will have to come and do it here. Inshallah. Shukran. How long will it take? Takes for what, sir? For the procedure? Yes. That all depends with Dr. Hassan. Yeah. I believe it has already been explained in Brojil Hospital. Sir. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Anything, sir? No, please let us know. Thank you very much. Thank you. Thank you. ها صلاح ها شو زيد يلا شو اسمك صلاح؟ صلاح الخالي. ID, yes, I have. I will give it to you. Just the... Yeah, correct. Yes. Yes, salam, ya Salah. متروح صلاح. صلاح حبيبي موبايلك ما حبي يسكر. لا لا حبيبي. Thank you. صلاح هذا مصاب الدكتور حسان. اهلا صلاح كيفك؟ شو اخبارك؟ مبسوط هون عندنا؟ اكيد. هلا اليوم هلا بعد نص ساعه رح نبلش العمليه ويجوا الستاف كله ونفوت على غرفه العمليات ونعمل لك العمليه. وجاهز انت. ايه خلص تمام. كم بياخذ الوقت؟ الوقت رح ياخذ يعني ماكسيموم شيء 35 دقيقه. بس شو بالضبط اللي بتسوي؟ بالضبط رح نحن نقلع الجذور الموجوده في بالفك ونحط زراعه مكانها ونحط طبعا عظم وممبرين لانه هو ما عنده عظم وما عنده ممبرين والعمليه كلها ما بتستغرق 35 دقيقه. سويت وايد شراخه اي اكيد وعملنا لخلف لاخوه نفس العمليه كمان فرحان خلف كثير فرحان خلف كثير وراح نركبه اسنانه وبعد يومين دخلت وانت احسن بدنا نعملهم احسن. اوكي خليك تنبسط بسنان هيك بيض وحلوين. مضبوط صلاح؟ شكرا. مركز الريم هذا مركز رائع جدا وجبناه خصوصي عليه هذا لانه كثير هذا المركز رائع من اجمل المراكز الموجوده بالامارات. زين دكتور انت انا بخليكم وانا بخليه يسوي لي تور المركز كامل. ما عليك؟ اكيد. انت عندك ام محمد وعندك خلاص الجماعه كلهم. خلاص ولا يهمك. يلا هلا يلا مع السلامه صلاح. صلاح عندك ها عندك العيوز هذه على يساري. يلا السلام عليك دكتور. السيد مايكل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. انا الله يسلمك من النوع اللي احب اعرف انا الشخص واحب هو اللي يعرف عن نفسه اول ما يبتدي الكلام. يا ريت لو تعرف الجماعه انت منو. انا مايكل غاني مدير الاداري لمركز برجيل لجراحه اليوم الواحد. ولد مولدان بلبنان وجنسيه امريكيه. حياك الله. مبسوط في ابو ظبي؟ الحمد لله مبسوط كثير. وهالمكان اللي انت فيه هذا يعني هالمعلم هالمنطقه اللي انت فيها الجديده الفريش روعه. انت قاعد على ارض فريش فيرجن
روعة. ما فيها روعة. بنيان قديم ولا شيء. هاي أرض بحرية جميلة نظيفة، من أنقى أنواع التربة في الكون نسبة للحيل. يا سلام، هذا يسمونه قوع أبو ظبي. أقواع أبو ظبي من أنظف الأقواع في الدنيا، ونظيفة تربتها. وهل ذلك أي أرض طيبة اللي عليها يكونون أطيب؟ الله يبارك فيك. اللهم لك الحمد. ورب العالمين يصخر لهم الناس طيبة والناس الزين اللي مثلكم شروار. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شرفنا. شرفنا. الله يسلمك. الله يسلمك. أستاذ مايك، الحين أنا أريد، أنا وايد عجبني المكان. المكان عجبني والمستشفى ما شاء الله. هاي هذا أنتوا تقولون عيادة كامل؟ هذا مستشفى مش عيادة صح؟ هلا بنرحب فيك سيد خالد بالمركز تبعنا، احنا متشرف بوجودك معنا سيد خالد، واحنا كمان متشرف بتقديم الخدمات لاخونا وابننا صلاح. بما انه المركز عجبك واحنا معجبنا كمان، راح اخلي رئيس الاطباء ياخذك في جوله بجميع الاقسام، وان شاء الله يكون عند حسن ظن ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ مايكل صح؟ مايكل أيه. استاذ مايكل، المستشفى مش ما يقول، ما تقول انك في المستشفى، شيء تحفه معماريه، شيء جميل، وهذا يعني فخر لابو ظبي. اللهم لك الحمد ان يكون عندنا من هالعينات ومن هالمستشفيات اللي ما تحس انك في المستشفى، شيء يشرح الخاطر. اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك. مشكور مشكور. الله يحفظك. يا ريت عادي تخبر، انا الحين بركب فوق عند اخوي من يبتدون في العمليه، انا بنزل. يا ريت تخبر الدكتور، خبر الدكتور فادي انه ياخذ بيتور ان شاء الله، وانه يطول بالي علي يعني شوي. ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. دكتور حبيبي، الله يرحم والديك. دكتور، قبل ما تبتدي، شو نقدر نخبر الجماعه عن دكتور حسان بالنسبه لزراعه للاقصاص مالك؟ خبرت الحلم العرب ما يعرف شو اقصاصك. انا اختصاصي جراحه وجه وفكين وزراعه اسنان. زين. وطبعا زراعه الاسنان المعقده والمتطوره والزراعه البسيطه، يعني والزراعه المعقده والمتطوره يعني قليلين كثير هون بالامارات يعني يشتغلوها. لانه انا اخصائي جراحه الوجه والفكين. وحالتنا اليوم مع صلاح يعني حالي جميل جدا وحالي صعبه ومعقده شوي، ولكن ان شاء الله بتتم بنجاح يعني 100%. ان شاء الله. وصلاح غالي علينا كثير وكل الناس بتحبه ونحن بنحبه. جزاك الله خير دكتور. دكتور صلاح بيسافر يوم الثلاثاء الجاي. ايوه بنسافر، ترى سفره طويله 16 ساعة على طيران الاتحاد، بنسير هيوستن. ايوه شو رايك انت؟ عادي السفر، عادي بالنسبه لصلاح ما في اي مشكله فيه، لانه هاي ما لها اي تاثير على السفر، لا بالطياره ولا الضغط الجوي ولا اي ضغط. ما يضر. لا 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 ما بيضره، بيروح ان شاء الله بينبسط بهيوستن ورايح لعند خيته اخته مهندس الحصه. ان شاء الله بينبسط، بشوف اخته واخته بتنبسط فيه، ونحن بنشوفه ان شاء الله بس يرجع. السلام. ان شاء الله. اه ها شوف جايينك من دبي. زين حبيبي انت. زين قول باسمي. سمي. وباسم. اسم. شقيقي خالد الخالدي. يحيي خالد. زين اتقدم. طبعا. لا لا تقول لا. اتقدم بدعوة كل اللي يسمعونا العرس. اي. عرس الجماعي. دماني. اللي بكرة بيستوي في المشرف. اجلب. اللي حطينا عنوانه قبل شوية. صح. زين. عرس ابوي كلكم ابوي مدعي، ما حد ادون عن الثاني، ما في حد مب مدعاي، كلكم ابوي مدعيين من السلع لين الفجيره، كلها ابوي الدوله كلها مدعاي، وليه بيي مرحبا وسهلا، وليه بياي على الله يحفظه. الدعوه عامه، العرسان تقريبا اكثر عن 25 عريس. ها وين صلاح؟ وين؟ Yes, yes, yes.
1 2 3 ايه اب 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 يلا يلا يا صلاح يلا مهام زربلين ودنيا تعال فوق شوي صلاح فوق شوي صلاح هلا دكتور مضار هاي ابره التخدير الحين ايوه هاي مشان ما تصير ادويه تبع التخدير بالوريد صلاح الحين بتركض التنزين ليش لا بيسوي لك عسبت العمليه هلا نص ساعه بس نص ساعه بس نص ساعه العمليه بس نص ساعه العمليه وبعدين بنفيقك وبنروح على الغرفه عند خالد عرفت؟ ايوه دكتور انا في مجال ايلس ولا لا لا ما في مجال تجلس استاذ خالد لانه نحن بدنا نبلش بالعمليه وهلا انت بدك تنتظر لانه كله معقم هون وبدنا نشتغل هلا العمليه حاضري حاضرين دكتور شكرا بس لك ولو وجودك معنا جزاك الله خير انا بتم شوي دقيقه بس لاني اغمض واروح عنكم ما في اي شيء نحن هلا بس يغمض انت تنتظرنا من الغرفه ان شاء الله هاي الدكتور مضر بلش بالبقى بالتقدير والدكتور سلمان معنا مشكورين مشكورين ان شاء الله ان شاء الله الامور كلها جيده رحتي حالك باشا صلاح لين يديك عاده انت الامور كلها بخير ان شاء الله الامور بخير ان شاء الله بنعطيك ادويه مشان ما تصير في زوعه ولوعه بنعطيك مسكنات اثنين وايد يعرف لك عاده ما بيعرف لك كيف وش تقول ان شاء الله مثل الفل نفس عميق تسكين ولا بدنا نسكنك مشان ما تحس بشيء سكنات مشان ما في الم يعور ابدا ان شاء الله تمام اوكي وادويه مشان ما يصير في لا زوعة ولا دوعة صلاح واعي ولا راقد انت حينه؟ ما رقد؟ هلا بيرقد هلا بيرقد شوي وبيرقد ما رقد صلاح؟ لا هلا شوي تصبح على خير تصبح على خير عجبتك صلاح ما رقد انا روحي يعني الرقاد الله كريم يا صلاح الله يعافيك ان شاء الله ما بيعورك حبيبي صلاح دكتور شاطر وبيخلص بسرعه 5 دقائق كم العمليه دكتور مده العمليه ان شاء الله العمليه بتكون 25 دقيقه خالصه وتفيقه بيكون 10 دقائق وبنخلص يعني الماكسيمم 40 دقيقه كلياتها ان شاء الله ان شاء الله صلاح 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 ما يجي على ولد اخوي صلاح هلا غفي صلاح بقى استاذ خالد هلا خلاص اموره بخير اموره بخير غفي هلا الحمد لله ورا ميدون بيس بيس ميدون صلاح عاد ادعوا لنا الله يعافيه ويعفو عنه يلا شكرا شكرا دكتور جزاكم الله خير الله يعافيك شكرا اهلا الله وياك ايه انتم يخلوني ايلس عند قالوا لا انت ولا من يلس السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال دكتور هلا هلا بينك هلا سمعت عمليه خالدي ابو محمد خالد الخالد ابو محمد تحياتنا لك تحياتي لك يا حيك بس ابو محمد هذا العم سالم من مصنعه كان يداوم معكم دكتور فادي كيف حالك هلا فيك شفت والله عليك انت الحين في نص شو اي جزيره هذه ريم ايلاند جزيره ريم ايلاند ابو ظبي شيء في منتهى الروعه ريعة. انا ولد هالبلاد وما تديت انا اتذكر جيت هالمنطقه قبل ما تنحط فيها طابوقه يوم كنت صغير من هذا السنين ما جيت صحيح يا الله يحفظك لكن دكتور الحين هالمكان هالدمير ليش الصرح الحضاري اللي عم نشوفه كليتنا هذا برجيل دي سيرجري مركز برجيل لجراحه اليوم الواحد هنا صلنا هلا مفتتحين تقريبا شهر اوكي يعد من اكبر مراكز موجوده بالشرق الاوسط كحجم كعيادات وكتوفر القدر ايوه ايه شو متخصصين فيه دكتور في عندنا كل الاختصاصات كامله اوكي مثل الامراض الداخليه طب العائله جراحات بانواعها العامه والجراحه الغدد وفي جراحه العظميه جراحه مسالك البوليه اذن انف حنجره جراحه طب العيون في عندنا الجراحه النسائيه في عندنا المعالجة الفيزيائية في عندنا الايروفيدا اللي هو العلاج التقليدي الهندي في عندنا الكايروبراكتور
كان هذا كله تابع ل لبارجيل، تابع ل كله ضمن الفي بي اس، هو منظمه الاي بي اس. ونحن مخصصين بجراحه يوم الواحد اللي كيف يعني يوم واحد دكتور؟ المريض بيدخل بيسوي كيف يوم واحد؟ المريض بيدخل بيسوي جراحته وبيروح على بيته ان شاء الله بعد الظهر بخلال نفس النهار. المركز نحن بنسكر ليلا، فهي المبدا الجديد، طب سريع وجيد مع نوعيه جيده مع سرعه. يوم واحد معقول دكتور؟ اي عمليه تسويها بس يوم واحد؟ طبعا مو كل العمليات، في عمليات ما بتصير جراحه يوم واحد، هذا بده مشفى تقليدي. نحن العمليات مثلا جراحات اذن انف حنجره، تنظير الركب، جراحه المفاصل، هذا كله يوم واحد. كله يوم واحد. مثلا شو عمليات، شو الغايه من انه بس يوم واحد جراحه اليوم الواحد؟ شو المقصود منه يعني؟ النوعيه بتكون جيده. ما في كثير تعرض لجراثيم المراكز الطبيه. أيوة. والمريض دائما نقاها دائما بتكون افضل واسرع بالبيت. أيوة. دكتور شو الدكاتره عندكم او مين من الدكاتره؟ في حد مميز او الحقيقه كلتنا مميزين وكلهم مميزين. الاطباء انتقوا يوم واحد مع واحد بسكرينينج معين، بعمليه انتقائيه معينه. نعم. يكون الطبيب عنده الميديكال سكيلز وطريقه التواصل مع المريض تبعه حتى يشعر المريض بالراحه ويحس انه عم ياخذ خدمه طبيه ممتازه. الاقسام اللي عندكم الحين اللي موجوده، كل الاقسام اللي عندكم شغاله تقريبا؟ هلا 80% من الاقسام كلها اكتملت، في عندنا 20% لسه اطباء عم بيكتملوا عندنا خلال 3 اشهر المقبله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بقسم العيون مثلا وبقسم الاذن انف حنجره مثلا، لسه يعني هذول موجودين بس ما اكتمل الفريق كامل. زين، شو اللي كامل الفريق؟ الامراض الداخليه قسم تبعي انا. انا طبيب اخصائي بورد امريكي مع الفريق تبعنا، مع طب الاطفال، مع طب الجراحة النسائية والتوليد. العظمية الحين اللي بحرمة اللي بيتي بتربي تولد وتاخذ بيبي وطبها؟ الولادة بيصير بالمشفى الرئيسي، مشفى الجيل. أيوة. بس العناية لحد الولادة بتصير عنا. دكتور سامحني كالعادة أنا أنسى أني أعرف الشخص اللي أنا معاه، فأنا مش قضية أنسى، قضية أني أحب أنك أنت كدكتور تعرف بنفسك. أنا مرة تانية دكتور فادي بلدي، سوري الأصل، أمريكي الجنسية، معي بورد أمريكي في أمراض الطب الداخلي، شغلت حوالي 20 سنة بالولايات المتحدة، وصل لي هلا 5 سنين بهالبلد الظريف الإمارات وأبو ظبي، وساكن بالريم آيلاند وبشتغل بالريم آيلاند بهالمركز المركز الحلو. الله يعطيك العافية. لكن شو السر دكتور إنه المركز بهالأناقة وهالرقي؟ كيف يعني؟ أنا سافرت الهند والسند واللند ما خليت بقعة، ما شفت مراكز طبية بهالرقية يا دكتور. شوف مثلا الرخام شايف المبنى كيف، شيء تحفة يعني، سبحان الله يعني. أنا ما شفت هالنمونة، ما خليت لا أمريكا ولا لندن ولا خليت أي بلاد في الدنيا العودة، بميونخ، بابون، طحنة الزمان، ما خليت مكان. شو السر؟ فشو سر التوجه ان المستشفى يكون بهالوجاهه وهالاناقه؟ شو السبب يعني؟ ليش مستوي شيء جميل وايد يعني؟ شو السبب؟ يمكن هالبلد فيه دائما الافضل، والحكومه دائما بتشجع الناس تسوي الافضل، والمنظمه نحن فيها عم تكمل هالرساله هي وتقدم لهالكوميونتي افضل شيء ممكن. سبحان الله، شيء جميل، قمه في الرقي وقمه في الجمال. يعني أنا بحياتي ما شفت مستشفى بهالجمال، يعني جميل وراقي. وأتمنى من الله إن الله إن شاء الله يكمل عليكم وإن الله يوفقكم. زين دكتور، هل في مجال شوي تسوي لي تور؟ أنا جاهز. ما عليه؟ طبعا. شكرا دكتور، جزاك الله خير. مطلع. أنا عادة دكتور أنا أي مكان أسير، أي بلد أسير، أحب أراوي العرب. إذا شفت شيء زين، أكل زين، منظر جميل، شيء مميز، اروي العالم، اروي الناس شو الشيء اللي انا اشوفه، واتمنى انهم هم يشوفونه، لكن بيكون بشرح ادق من صاحب العلاقه او صاحب الموقع اللي انا لي حاجه فيه عنده، وبالصدفه او باتفاق او اي شيء كان، ان يكون صاحب المكان يشرح للجماعه شو هذا الشيء اللي انا منبهر منه.
في عندنا تقريبا 64 عيادة مثلكم من المراكز الضخمة جدا كمساحة ومقسوم كله بشكل سويت كل سويت فيه العيادات تبعه مع الريسبشن تبعه مع الستاف تبعه. إذا بتحب ندخل على واحدة من السويت فرجيك النموذج شو راح يكون مثلا بنقي قسم الأمراض الداخلية مثلا توكل على يلا شكرا لك دكتور. هذا نموذج لأحد العيادات والسويت للأمراض الداخلية والفاميلي ميديسن مع الأمراض القلبية. ندخل لجوا نشوف كيف التوزيع. شكرا دكتور. السلام عليكم. Good afternoon to you. كيفك؟ كل سويت فيه الريسبشن الخاص فيه والعيادات بشكل دائري. هذا كل العيادات على اليمين واليسار والطرف الثاني وهذا الريسبشن وهناك يمين ويسار وهذا القسم اللي هو محل الانتظار. انزين بالنهايه في عندنا محل قسم العلاج بنقدر نعطي علاج قصير الامد بالغرف الداخليه من جوا. مثل شو العيادات اللي موجوده هون؟ في عندنا كامراض داخليه وطب العائله والامراض العصبيه وفي عندنا بالاخير محل العلاج اذا في حدا مثلا لازمه سوائل سيرومات علاج قصير الامد ممكن ينعطى جوا بقسم هذا. عندنا كمان تخطيط القلب وعندنا كمان اختبار تخطيط القلب. عندنا الهولتر مونيتور 24 ساعة. عندنا كمان تخطيط التنفس اختبار تنفس لأمراض الربو ومن هالأنواع هذه. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفيني بحضرتك؟ أنا دكتورة صفاء طبيبة عامة. ما شاء الله. يعني دكتور الحين الإنسان اللي يجي من برا إن كان كبير ولا صغير ولا أي العيادة عندكم أنت تفحصينه وبعدين تحولينه على المختص إذا كان أذن ولا أي شيء ثاني صح؟ تمام. الرعاية الأولية بتبلش من الطب العام. نعم. نحن بنشخص الحالة ونعمل الإجراءات اللازمة وإذا المريض بحاجة لتحويل لأي اختصاص ثاني الطب الداخلي أو عيادة الأذن والأنف والحنجرة أو عيادة العيون بنحول المريض. شكرا دكتورة وسامحين أخذنا من وقتك. ما عليه شكرا. زين دكتور شكرا. زين وحين شو بدنا نسوي دكتور؟ نكمل فرجيك بقية الأقسام إذا بدك من الخارج بعدين نطلع لمنطقة. هل كم قسم الحين عندكم؟ كم عيادة؟ جوات هل هم؟ هل السويت هل احنا فيه؟ السويت واحد تقريبا فيه حوالي 8 عيادات مثلا الأمراض الداخلية، الطب العام، الطب الأمراض العصبية والأمراض القلبية، في عندنا كمان غرف الخاصة بالعلاج القصير الأمد. القصير الأمد، الفترة القصيرة. يعني مثل ما حكينا اذا مريض مثلا عنده نوبه ربويه ممكن نحطه هون نعطيه علاج للربو لبين ما يتحسن. نعم. نعطيه اكسجين نعطيه الادويه اللازمه هذا كله متوفر عندنا. بارك الله فيكم يا دكتور. زين دكتور هذا القسم شو؟ قسم الامراض العصبيه دكتور منير حيدر موجود جوا هلا. السلام عليكم. اهلين وعليكم السلام دكتور كيف حالك؟ يسعد لي هالصباح. صباح النور. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا بالدكتور. بعرفكم حالي دكتور منير حيدر اخصائي جراحه المخ والاعصاب اشتغلت بالدوله اكثر من 30 سنه. ما شاء الله. بديت مع افتتاح مستشفى الجزيري كان اسمه مستشفى الجزيري في ابو ظبي جزيره ابو ظبي. وبعدين انتقلنا بعد خدمي هناك 25 سنة إلى مستشفى المفرق. ما شاء الله. اشتغلت في مستشفى المفرق لغاية 7 سنين وهلأ بشتغل في مستشفى برجيل من 5 سنين. ما شاء الله. في مستشفى برجيل مع افتتاح مستشفى برجيل وإحنا مندير بالنا على كل الأعراض العصبية تبعت المرضى من خلال أمراض الرأس والصداع وآلام الركبة وآلام الظهر من خلال الفحوصات والكشفيات اللازمة لهم. كل الشكل التقدير دكتور. أهلا وسهلا فيكم. سامحنا جينا إيناك بدون لا موعد ولا شيء. أهلا وسهلا بتمناكم الصحة والعافية إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. الله يرحم والديك. شكرا السلام. شكرا دكتور يعطيك العافية. سامحنا أخذنا من وقتك. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. شكرا دكتور. بسير منهم فوق محمد يا صلاح يا جماعة كلهم فوق مريم بتحياة محمد أخوية هي وهي عايين بعد من دبي وبسير القسم اللي فوق بطالع علومه وأخبارهم بعد صراحة ما ظني واحد يعني على الأقل ظني باله بعد 10 دقائق قالي نص ساعة 35 دقيقة وبطمن عليهم بوافيكم بالمستجدات. يلا عاد أنا مسعد شوية دكتور. خلاص خلاص خلصنا الحمد لله. العملية أخذت 10 دقائق والأمور كلها طيبة. ها الحلو هاي الحلو فتح. سلام عليك. ها سلام عليكم. سلام عليكم. شو صلاح هاي خالد. ها شو بدنا ناكل
خلاص هلا بناكل ولا يهمك. خير انت حبيبي. انا من انا من ما ها قاعد هي الحمد لله الحمد لله. طار الشر طار الشر طار الشر. ها شو بلا حليلك الارقاد هذا كله. هلا بتروح البيت ها ولا بتاكل؟ خلاص يعان بس هلا يتحاكي. هلا خليني يجيبوا لك اكل طيب. هلا الاكل طيب بيجيبوا لك. حليلك يا صلاح صلاح كل هالعرب يتخبرون عنك. انا بخير اشوفكم مغمض. قول 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 سلام عليكم بعد بركاته. بدي اياك شو اللي استوى في هالعشر دقائق؟ والله نحن لعنا له الجذور الموجوده بالفك العلوي وحطينا له محل كم جذر كم جذر جذرين وعملنا له ايميديت امبلانت زرعات مباشره مع العظم مع الغشاء تغطي كل العمليه كانت 12 دقيقه. بسرعه وايد بسرعه واجد. ليش؟ لانه بدنا بسرعه نفيقه وما ياخذ ما ياخذ يعني ما يصير في ردود بعد العمليه جراحيه وما ينزعج صلاح بعد العمليه مش هينبسط منها. ها صلاح شو رايك؟ دائما مبسوط. تحب الدكتور هذا؟ اكيد رقم واحد الحين انت ولا رقم اثنين؟ اشوف مره ثانيه؟ بعد حبيبي صلوحه شكرا جزيلا دكتور. اهلا فيك ولا في ميزان حسناتك كم لك من اللجر يعلى الله يطول بعمرك. الله يسلمك يا مشكور مشكور يا دكتور. شو تبغي؟ اي بيت هلا بعطيك هلا بعطيك الكلينكسي مريم. ها آه صلاح ها دكتور البنجي يسلم عليك بيروح. الحمد لله على السلامة امور كلها بخير. الحمد لله على السلامة. شكرا دكتور. شكرا دكتور شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا جزاك الله خير. ها صلاح بخير؟ اسير عنك لو ايلس؟ اسير لو ايلس؟ اروح وانت بترقد؟ شكرا دكتور شكرا 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 جزاك الله. ايورفيدا ايورفيدا هذا الطب التقليدي في الهند. دكتورة السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Fine. Okay. دكتورة, this is how old this? This is 5,000 years back. We developed. This is the first system of medicine that which is developed from India. So this we are using only the herbal medications for all kinds of ailments, say acute and chronic. For acute diseases. Neuromuscular problems, migraines, sinusitis, respiratory complaints, and even other system of medicine, we are using herbal medications, only pure herbal medications. We are not even using mineral drugs. So we have different kinds of external as well as internal medication for a single treatment. External treatment, we are doing massage treatment. This will reduce your pain and inflammation. Along with that, you need to take internal medication to get rid of that ailment. So based on your inquiries, we will assess what is your assess what is your complaints based on physical examination history, and we will advise the patients based on your complaints what are the internal medication and the treatment that has to be taken. So it can be a 5 days treatment or a 10 days treatment based on your severity of diseases. Thank you very much doctor. Thank you doctor Fadi. انا اسمع الدكتوره قبل شوي كلمتني قبل عقب كلمت الجماعه بخصوص القسم هذا اللي هو الطب التقليدي. شو تقدر تفيدنا عن القسم هذا؟ مثل ما سمعت هو الطب التقليدي الهندي اللي هو طب قديم جدا آلاف السنين يعني صار له عمره متعارف عليه بأكثر الدول وحتى نحن عندنا أوزاري متعارف عليه. بيستعمل فيه كتير العناصر البديلة الأعشاب والزيوت بدل الطب المتعارف عليه لتحسين التروية الدموية عن طريق المساجات وهالإجراءات هي بدون ما يستعملوا أدوية بشكل صريح. أيوة. زين لكن دكتور هل إنه في جلسات؟ طبعًا. جلسات يعني يجي المريض يكشف عند مثلاً اللي عنده عصب. طبعًا. اللي عنده شيء ألم فرد. بتشخص إن الناس بروفيشنال بيشخصوا أول شيء المرض وبيقترحوا العلاج والعلاج عادةً بحتاج من 6 إلى 7 جلسات أوقات من العلاج وفي نتائج جيدة كتير. كل بالأعشاب.
كله بالاعشاب والزيوت الطبيعيه، بيستعملوا فقط مواد طبيعيه. اللي بنقول لي في اقسام غرف يعني؟ طبعا في غرف جوا وفي طاولات خاصه فيهم وفي عندهم التولز والعده الخاصه فيهم. Could you show me something how you are do that treatment for the people? بسم الله يسلمك. جناح عبارة، شفت الجناح المستعمل للطب العام مثله، لكن هذا حين مدخل روحه ما غير في الدور اللي فوق. أول ما تدخل يجيك النمونة، كل قسم فيه 3-4 غرف، هذه غرفة، هاي مكان فيه 3 غرف، وهاي غرفة واحدة اللي هي غرفة العلاج. تفضلي. هاي دكتور. How long, doctor? For each treatment, it is 1.5 hours, 75 minutes treatment with shower. Okay. And who is doing this treatment? And we have separate technicians for doing each treatment. For man, for woman? Female technician, uh-huh. And for male technician, separate. How many technicians you have? We have 4 technicians. Four. Two lady and two? Two lady and two gents. The doctor, he have, and like my, I'm coming now. Yeah. I have to see you first. Yeah. You need to take consultation with me, and based on the advice, we need treatment, suggest treatment for different patients. Thank based you. Based upon their ailment. Before and after the treatment, they have separate changing room. Also, before the treatment. Before the treatment, they have to change the dress, and they provide the dress before the treatment. Changing room and inside locker, you can place your personal things in and lock it. And after that? And after the treatment, once after the treatment, we use the washroom. We are providing herbal soaps and herbal shampoos. Everything herbal also here? Herbal. Uh-huh. Herbal dispensers. Aywa. So after the wash. يا بكم زين لا مكان حمامات تبي تحرمان فنادق فايف ستار بقى. Look like I am in five star. Hotel toilets. We have very good feedback from the patients, and the patients themselves are referring their friends and their relatives, and the feedback are excellent from the patients. Inshallah. Thank you very much, Doctora. Thank you. Doctora, how many patients you could cover daily? Daily 10 to 12 patients in a day, because it's a 1.5 hour session. We need to schedule the time before they come for the treatment. So first of all, after appointment, they need to schedule the time. 75 minutes treatment. Thank you very much. Thank you, sir. I'm very happy to come here. Thank you, sir. Inshallah, everybody will know about your things, what are you doing here. Inshallah, I will try to explain in Arabic. Thank you, sir. Thank you very much. Say hello to everybody, and thank you for everybody. Thank you. Thank you. ودوياتهم ابوي كله بالحلوة والسنوت واليليلان وهذا. شوف هذا الحين. هذا عن ابوي. عن المركز كامل يعني. شو where is your branch here about your هذا أبوي مالهم، هذا قسمها اللي هي ترمس أنا، وحين بصوركم ها مال الطب البديل، حين بصورها روحي عايبن. You have 50% discount. Okay, for the treatment. For all the services, you okay. Need consultation. Okay. هذا اللي يسلمكم طريقة ال. هذا شيء شرح تفصيلي بالضبط
عن تشتهر الأساليب الهندية التقليدية، تقديم العملاء مفعولها السحري في معالجة الجسم البشري، حيث أن نهج وايد المكتوب. فلذلك أنا صورته، واللي بيقرأ شو المكتوب يسوي كابتشر ويسوي هذا أولا. ثانيا المكان هذا اللي يحفظكم وايد زين للي ما يبون جراحات وعندهم مثلا عصبة ولا عندهم شيء في ظهرهم ولا آلام في الركبة ولا خشونة. الطب كامل للجسم حتى لداخل الأمعاء بإمكان الطب البديل الهندي بالأعشاب يعني بالمساجات وكل شيء يرمون يعالجون عن كل شيء بدون عملية بدون علاجات الله يسلمكم كيماوية ما كيماوية، يعني بالطب البديل مثل ما هو عندنا نحن الأول الوسوم والمساء والمسح والتشتيع يعني كل شيء. هذا أبوي عندهم الحين، لكن في الهند هذا عمره من 5000 سنة 5000 year من 5000 year يتعالجون بهالأشياء، ونحن أبوي خبر خير طرطر بطونهم العرب وطرطر روسهم ويلا يلا لحجون. دكتور thank you very much. I'm talking too much I know and I make a lot of noise but الحمد لله it's good for my followers. Thank you very much. Thank you. يلا السلام عليكم. Thank you. كما سلمت على الدكتورة قلت لها بسير، سألتها قلت لها في بلادك شو تشتغلين؟ قالت أنا في بلادي أنا دكتورة نسائية واختصاصها تعالج النساء اللي ما يحملن اللي فيهن العقم واللي فيهن من عقب الولادة تحيد الترهلات والأشياء، كل شغلها بالمساج ما قبل الولادة وما بعد الولادة واللي ما يحملن واللي يعني اللي ما يعني في أشياء وايد عندهم في الهند للطب البديل، وهي هذه تشوفونها اختصاصها المسح مثل نحن الأول الحريم اللي ما يحملن يمسحن، هذه اختصاصها في بلادها لكن بالطب البديل وقبل 5000 سنة هاي شغلتهم. Thank you very much دكتورة. And I am also very sorry about the too much talking. Thank you very much. Thank you. أيروفيدا اسمه. هذا علاج موجود في الإمارات جديد. هم مستحدثين جايبين من بلاده طاقم كامل يعالج بهالشيء. ويبون العرب تعرف عنه والناس كلها يكون تدريبه والناس كلها تستفيد منه، وإن شاء الله أن الناس كلها بتستفيد لأنه شيء مفيد للي عرج النساء، الآلام الظهر، الديسك، الويع الظهر، الجسم كله بالأعشاب وبعلاج متعارف عليه من آلاف السنين بدال عمليات وفقرات وظهر ما أدري شو بلاه وظاهر العرج ونط اللي ما أدري شو عصبة وطحنت الزمان. لا يا أبوي أتي أبوي تكشف على عمرك لا سفر ولا همك الله ولا هم يحزنوا. Before I go, I need something to drink. What do you have? You want coffee, juice, tea? That's it? Coffee, juice? What kind of coffee you have? Yeah, we have espresso, cappuccino. Why you don't go? What is it? What is it? What is it? Okay. And هذا أبوي كله ما أريده. جايني غدا. I need espresso. Single shot? No. Three shots espresso. Milk on the side? No, together but the same amount of coffee. Thank you. Extra hot. Thank you. Can you smile, please? The one in this one? Yes, in this one. In this one. Thank you. Thank you, darling. Thank you. What's your good name? Rainy Bed, sir. Huh? Rini Bed. يا ربي very difficult your name. يا ربي ما صعب اسمها. حريت ماركة سيرتي منك بتجلب الصورة جداية. أبوك اسمها صعب. ريني بنت. اسم سيارة ولا مكينة شيء مكان الأوليات. أقولكم المستشفى هذا اللي توني حطيت صورته هذا في جزيرة الريم. بسيرون بارجين الأولي العود الرئيسي هاك مال العمليات العود الرئيسي لا هذا المستشفى روحه جديد لنك هذا في جزيرة الريم ما موجود هناك هذا كل الخدمات اللي عندهم موجودة بس في هالمكان مش موجودة في مكان آخر ف
فلذلك يمتاز هالمكان بهالشيء الزين. ها كل شيء فيه زين، كم مكبرة طول طول وعرض عرض، بلاد بلاد من كبرة. اي والله. السلام عليكم. ميني ها فل سبيد اشوف بخير انت رقم واحد. لا والله. شو قال لك الدكتور؟ شو قال لك الدكتور؟ ما كلفك الدكتور؟ يا خلاص نصير ولا بعد؟ هذا شو هذا؟ ما بخلاص؟ كم باجي؟ مو على انزين. هي ها كم باجي وايد ابوي في المطار هذا؟ انزين الحين شو صلاح؟ تغديت؟ تغديت؟ ما تعرف تغديت لو لا؟ بعد هذا الحين هذا منزور لو هم مبزور؟ لا لا يعني بس هذا ما يسد يعني. يعني ما بفل. ميديم. لازم عيش صلاح. ان شاء الله حبيبي حبيبي يصير البيت. بيت الخير. اللهم لك الحمد. خير الله قضي. قليل. كل ليل تقول بس. صديقي. خير. بيت الخير. لله. الحمد لله خليتها. ولا في المستشفى ولا بعدين؟ هاي الجزء. متى تبي بعدين بعدين. يلا صلاح. بنسير؟ وين بسير؟ فين؟ صلاح بغيت كود الله يغرب العدوك. تباهن لو ما تباهن؟ وين؟ هذا نها النيبان. ما تريدن؟ بس كتشب. جسترو. اوكي. صلاح جلعوهن؟ بيحطون لك يدات. حلو زين. لا بعدين. الحين الحين تظهر ويرخصونك. عقب حبيبي. عقب الحين مدري يبني عليهم اللحن. يردون يسوون لك ابوي زراعه اسنان. تفتك من هاللي عقب والبس عقب والبس. زين؟ صلاح. خير حبيبي. قال حبيبي ممنوع الدري هالكهرباء. هذه يا ابو الكرسي رقم واحد. ايوه. نمبر 1. يلا. التليفون ما ادري شو هاي الشغله انت. هرباب يا صلاح. يلا مع السلامة صلاح. أسير أنا عن؟ لا منو بيوديك؟ لا خلي بلي. لازم أنت. أنا يا بنك أنا أوديك. ما براقد صلاح صح؟ لا لا هل هاللي ينخرق قبل شوي منو؟ انت هم انا ما بنت؟ لا شو بني؟ انت كنت تشوف قدام؟ ايه واللي خر من قبل شوي منو؟ هم انا ما بنت؟ لا. سامحني انا غلطان. وينك؟ تعال 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 ياي تعال ودر هذا ودر شو هذا ياي بنت؟ بس ودر الحين تحت ودر تحت تعال انت بكبرك تعال صبر عليكم شو هالنمون التحينه صبر ليش هالنمون غادي انت اليوم انا اريد بابا هذا غادي خبز بلبن ادلاق هرسان رويد بايت شو ياك تقمحت ويلس بس رخصه عنثر الليل انت تذبح رحيلك بخير غادي ابدا حسون زياد حسون زواد ماشي خليت عن حسون زواد وين العده وين سلم ما كديت عنك شو هالنمونه لا ابدا ما في زين مرة بخدي خبز بلبن حسون زواد رقمته يقولون توفى ما مات حسون زواد يلا سر راحوا بعد يا رب البيت والحرم يا الله يا رب تعفو عنك متى استويت هالنمونة البارح انت بخير والله انك بخير كنت مشكورة يا راعية بني ياس مشكورة يستاهل صلاح هي عاد صار يرقد الحين لو واعي كان بيلطم من كل نمونة حين من اللي مطرشتنا كله لكن كل الشكل لك والتقدير وبارك الله فيك يا فرحة صلاح يا فرحة صلاح
يا رب في خاطري اعرف شو داخل قوطي هذا. لكن يا فرحتك يا صلاح مشكوره يستاهل صلاح، بارك الله فيك يا رايت بن ياس. لما تخليك سلام عليك. عليك السلام محمد. راعي طوكيو. هذا ابوي راعي طوكيو اللي تعيدونه. كيف حاله محمد؟ كيف انت؟ عمرك صار بخير يا مرحبا. محمد محمد عبد الله صح؟ نعم طال عمرك. هذا محمد عبد الله ابوي من وكاله المسعود. المسعود نعم. نيسان كمباني. الله يحفظك. هي هالي هالي عينوني حطوني سفير النسمو سموني نعم من شركتهم. وان شاء الله امورهم وايد بتيكم، اخبارهم وايد ابوي عن النيسان، والنيسان ابوي اموره طيبه ريف سخيف ريف وسلج يعني. الله يبارك ان شاء الله في الوكيل واللي يشتغلون عند الوكيل. الله يحفظك الله يطول عمرك. الاول وكيل الحين وكله. الله يحفظك. الاول وكيل صح؟ لا الوكيل واحد طبعا. اي وكيل الحين. لا والحين العيال ترى. اي لا لا هي طبعا. اي الله يبارك. من الرحلات يعني ما شاء الله. اي وابو محمد طبعا بث مباشر دوم مع الشعب والناس، وما شاء الله يعني من الناس المتابعين له، وهذا ما شاء الله يمدحون فيه، وكانت سفره وايد حلوه. بس صوركم تسيرون مكان في الغابه تردون باطين ويصير يرقد من وقت. لا وين يرقد من وقتها ابو محمد؟ هذا ترى كله صورته. لا ايه ابو محمد يعني محمد كنا نرقد ساعة واحدة ساعة 12 ونص يوميا. ها كم دواركة؟ يوم صرنا فوجي شو يا ريال؟ درجة الحرارة ما ينشتوا ابو محمد ولا؟ نسيت عاد هنا ما ينشتوا داي ناسلنا ما ينشتوا جست كيف الدير عند كنت ويرت. اخوي هذا الرجال اسمه سالم بن راشد. سالم بن راشد على الله يحفظكم مدير بخبر انت شو قول انت. لا عليك رفجه شركة المندوس. إيه هذا الله يحفظكم مدير شركة المندوس والمندوب عن شركة المندوس وملاك الشركة. يا يبيني الله يحفظكم هالهدية اللي شوف كمك مرحبا الله عليكم. خوز بالله عليك خوز. ما شاء الله عليك محمد عبد الله كراعينك ساكات آخر الدنيا. شوف بالله عليكم. هاي هدية تبوي شركة المندوس. من عند الاونر يعني الملاك مال الشركه هم وصوا وطرشوا هالشيء الملفف معدل مزين. بعد شويه عاده بنرويكم شو داخل هالاشياء. لكن شيء بلاد يعني هاي يمكن 10 انفار. يلا راموا يخلصون خدمته وركبونا في الميلس. تستاهل الزود. يا الله يطول بعماركم مشكورين. مشكورين اللحظات وياك. يا الله يحفظك. هذا طال عمرك الا حق شكور يا بن راشد الله يرحم والديك يخليك مشكور ما قصرتوا. اشكر لي الاخوان والجماعه اللي في المندوس. الشكر واصل باذن الله. للاداره والموظفين واللي هناك الهم بارك الله فيهم. على فكره اللي ميوب انا عارف شو ميوب الله يحفظكم مبشوت وشالات. شال واحد انا كنت لبست شراته قبل كم من يوم، الحين بلبسه وبرويكم ايش قال نمونته وبخبركم شو اللي موجود. يعني وانما بنعمه ربك فحد الشيء جايني وغاوي فنان بربيكم شو المشكله يعني؟ شيء هديه وشيء قهوي تظهر يعني هاي من الاشياء اللي تظهر الواحد يعني يروم يتخقق بها، شيء منتج الواحد يروم يتخقق به. هبل بس يعق في بطنه ويجمع، لا لازم الهدم يخبر بالشيء الزين الملفت للنظر. مثل النسمو خبرنا عنه ولا ما خبرنا؟ اسمه ما بياس اتخقق بالصبح ومسانه. نعم والله يستاهل. ويرزى اسمه لو ما يرزى يستاهل. يستاهل طال عمرك انت بعد. يعني الله يحفظك يبارك فيك. يا ربي يا ربي يا ربي قادي ابوك مسودني عدالي حمر قادي على قولتك معروف ها؟ اي والله بالله عليك اللي يجونك الفيلم وكان شيء تخبرونه يضربني يقول لي خالد الخالدي الملك فاروق. اي والله شو تسوي؟ زين ترى صدق هم ما كذبوا والله، لكن بس كاسرت انك الكشم السوداء نفس السكتوك. مشكور مشكور الله يحفظك ان شاء الله محمد نشوفك الغالي. جزاك الله خير. الله يحفظك طال عمرك. الله يسلمك. شكرا شكرا بارك الله فيك. مع السلامه. مشكور على الزيارة. الله يحفظك يا ابو محمد. رد السلام رد السلام. الله يحفظك. نايا بريس ها كم هير اوبن فور مي 2 اور 3 بوكسز اوف ذيز فروم ذا بيج اند ذا سمول. ذا بيج وان 2 اور 3 اند فروم ذس وان 2 اور 3.
خربت الورد يا الله يا ويلت مدام شي والكلي وشي دي نسيت. كنهن جالسات ابوي في وجه في واجهة باترينة محل. خلاص ليبت ليبت لك كم 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 هي كم تعالي bring my old one my old غترة that one يلا عادة ايه take it from the حديدة هذه العلاقية ايوه bring it give it to me. هاي هاك اسبوع عاد لابسنها انا هاي من نفس هالالوان. الحين كم لون كم لون الموجودات عندكم؟ زود عن 10 اكثر عن 10 الوان. انا كنت اخذت لون خمري واللون هذا هاي لبسته اسبوع اللي خطف يوم سرت دبي. الصناعه الله يحفظكم الشو صناعه ايطاليه صناعه ايطاليه والصوف كشميري فلذلك شيء فنان ونعام نعيمات. يقولون الاول اول الشال الفنان دخله في خاتم الطرف هذا يظهر من هذاك. حين حماية ربنا اي يو هاف اني رينج رينج هاف رينج نو رينج يو دونت يوز رينج يو ار نو ليدي اوكي ناو يو هاف رينج اور نوت اوكي برينج وان هي برينج اي ويل سي ات يلا فيك أو نوت فيك يلا وان يس يلا فعدة ألوان الله يحفظكم شيء عندهم ويايبينهم يايبينهن هدايا حق العرس فأنا أعرس شوهن فلذلك بغيت أخبر المتابعين شالاتهم فنانة أنا كده استعملتهن وغاويات ويزاهم الله كل خير على هالهدية الفنانة شو مكثرة هناك مريودات وتراهن سعرهن أموافج مبشرات اللي في السوق هاي صوف كشميري لكن صناعة إيطالية وموصنوعات مخصوص لشركة المندوس صناعات خصيصا لشركة المندوس ويعلى الله يحفظكم طرشين بعد بشوت هذا للمعرس خذوا قياسة شيء طبيعي اللون الأسود وهذا حق أبو المعرس هذا اللون اللي تشوفونه شيء فنان وزين هذا عدا حق بالمعرس وشيء اثنين بعد يابين حق بالمعرس بعد واحد أسود قالوا يمكن تغير رايك باكر دور ويا العرسان. ايه أمزح وياك أم محمد ترى أسوي سوالف بعيد بعيد عنك يا دول ما القط الدور أبوي من الليل يجي ديمك نديمك الله كريم. أكثر ماشي الحين عندكم في السفر هذه الالوان شرات اللي انا لابسنها شوف انت اللي انت لابسنها هاي فيه. هاي شو الحين رمادي ولا حليبي عباره هي على شيء على البيج بيج شرات البيج كلهم بذوق ابو محمد فيها يعني هذا خضر يعني هذا الخضر بعد حلو هذاني هذا حق مقناص وحق سفير اكثر ولا بالضبط حق سفرة وقال ما ظني قديم والم وايد وايد يعني شو شو رايك فيها موالم انت هي والم عليك لكن انا امس يوم لبستها الله يحفظك في دبي ازمت شرات اللي يمشي بلي حاسيه ترى خفيفه خفيف ما كني لابس شيء فوق راسي ازم شرات اللي يعني شو بقول لكم شرات اللي ما بلابس سفره فيعني خفاف زياده على اللزوم يعني حق سفره حق عقال للي يبس شيء الخفيف فيه انا روحي ما والمني يعني أطالع ظهر عمري أنا روحي ما والمني إني ألباقته أنا إنسان سيدة يعني لبست أمس وحدة يوم سيرتي دبي هاي لبستها يوم في ساير المعرض ما صنع اللي في اللي في شو اسمه وين سرنا القرية العالمية يوم سرنا القرية العالمية لبست هذه يا غير شفتوا لي يمشي بلي حاسية هنمونا كنت بالضبط هالنمونة كنت فأنا تعيب السفرة اللي واجفة وهذه نعيم نعيم زيادة على اللزوم
جبتي الخاتم؟ يلا تعالي. يلا. شغال؟ نعم مرة. يلا نقرب على الحين. هذا خاتم دواركا. شو بدك؟ سر. زين الحين اوكي. ها ها شو قاعد؟ هذي يطلبونه. أمي بلمي أبوي شال ناجح مرة ما عليه قصير. ها قبضي قبضي. محمد نحن ما قد سوينا هذا الاختبار هذا. أنت سوي الحين. والله العظيم يعني قلت الحين بيرب. ترى على الهوى مباشرة. والله العظيم ما يربنا قبل. سبحان الله. رقم واحد. هي والله. مشكورين وما قصرت وبارك الله فيك. تستاهل الزود يا ابو محمد ويعلى مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيكم. سلم ابوي على الجماعه اللي جاي من عندهم السامان هذا كله. واصل واصل مشكورين وان شاء الله نردكم اياها في الافراح. يا مرحبا السامين افراح الجميع ان شاء الله. مشكور يا ابو راشد. مشكور يا على الله يحفظك. مشكور مشكور مشكور. ما زين الا مو ترك يا ابوك. على الله يحفظك.